My journey started when I was a kid. I've always wanted to have my own business. I've always had business ideas. كان في حلم، حلم إني أنا أحققه، حلم إني أنا أسوي شيء يستفيد منه المجتمع والناس. بديت من 100 دينار بحريني، والحمد لله خلال 5 سنوات طورنا مؤسسة كيرف جولري ولها اسم في البحرين وفي مستوى الخليج وحتى المستوى العالمي. الحمد لله أن كان في وايد جهات وقفت يمنا وعلمتنا وساندتنا عشان نوصل اللي احنا وصلنا لليوم، واحنا وايد فخورين ومستانسين لان عندنا الحين هذه الفرصة بعد اللي من خلالها نقدر نعطي رواد اعمال ثانيين ان شاء الله يبتدون طريقهم. ما كنت ادري ان مجال ريادة الاعمال لي الى ما وصلت 17 سنة. فكرت ان انا ادخل ريادة الاعمال لان حسيت ان انا خلاص ما اقدر اعطي في مجالي، كنت حاسه ان انا اقدر اعطي اكثر في مجال ثاني. فبديت ريادة الاعمال في 2009. كان عندي هدف اني انا اوصل حق مستوى معين من التقنيه، والحمد لله في 2016 قدرت اوصل حق مستوى يشهد له الجميع في السوق. كونت روحي بروحي، واول 3-4 شركات فشلت فيهم، لكن تابعت وتعلمت من اغلاطي. These are really smart young ladies and gentlemen and they have great ideas. So we don't want to change their ideas. يعني شعور ان ابي اوجههم زياده ان اوصلهم للي هم يبون يحققونه، وان افيدهم ان ما يقعون في نفس الاخطاء اللي غيرهم يعني وقع فيها. طبعا في مشروعي كمرشده احب استخدم اللي هو سياسه القائد، ان انا اكون قائده بحيث ان المشاركين في البرنامج يستفيدون من خبرتي المتواضعه في هذا المجال. شخصيتي ما هم هي شخصيتي مع نفسي، هي شخصيتي مع أصحابي، هي شخصيتي مع أي أحد. يعني ما أشوف أن الواحد لازم يغير من نفسه للتعامل مع رواد الأعمال الناشئين. تكون ناجح في مجال العمل اللي أنت فيه شغلتين، لازم يكون عندك الباشن، وثاني شيء لازم الفكرة هذه تكون متميزة. If you don't quit, you don't fail because you're still in the game. فبالنسبة لي أنا ما أيس، يعني لو شنو ما أوقف لين ما أحصل لي أبي. أنا شاركت في 2012-2013 في البرنامج، برنامج مشروعي، وأتذكر إن الحين أتذكر انطباعي أول ما سويت السكرينينج حق المشاريع الموجودة. استانس لأن شفت إن في تغيير نوعي حق نوعية المشاريع اللي الشباب قاعد يفكرون فيها. طبعاً أنا هذه ثاني مشاركة لي مع مشروعي، وطبعاً أنا من خلال تجربتي في السوق الطويلة احاول ان طبعا انقل جزء من خبرتي لهم، وان شلون يبلورون الافكار اللي عندهم وشلون يحطونها على ورق، يعني شلون يحطونها يعني يسوونها كبزنس بلان. I believe مشروعي is a very good initiative as it helps us motivate the youth at a very young age to guide them in a new way of thinking rather than just being very specific to wanting to graduate and have a permanent job. This helps them actually grow up with a different mentality and to want to own their own businesses or to lead as entrepreneurs from a very young age. مشروعي كفكرة يمكن أنا كنت أتابع مشروعي من التأسيس، كفكرة كانت غريبة وجديدة على المجتمع، حلو كبرنامج، وهذا اللي شجعني يمكن إن أنا أشارك كمنتور. وأتمنى التوفيق حق الجميع إن شاء الله. أعتقد أن برنامج مشروعي برنامج وايد رائد تحتاج البحرين خاصة الحين. أعتقد في الفترة اللي نمر فيها نحتاج أكثر حق رواد أعمال أنهم يخلقون وظيفة لنفسهم، ونفس الوقت يخلقون وظائف بعد حق ناس غيرهم. يعني مبادرة مشروعي جدا رائدة، وأنا أحس أن هذه راح تكون البذرة للإبداع اللي ممكن يطلع من الشباب. أعتقد أن تمكين قاعد تسوي جهد جبار يعني في إطلاق هذا المشروع، وأعتقد أنه راح يكون مفيد حق الجماعة ذلين لما باكر ينخرطون في سوق العمل أو أنه يسوون their own business. الحمد لله توفقت ونجحت، ف I want to give back to the community and joining تمكين is one of the ways that I'd like to join.